سنتين ونصف وانا طالع الفراش على ظهري كنموت، درت نداءات ما جابش الله اللي بغى الله هي اللي غتكون. والدي باعوا لي قدامهم واللي وراهم، نفضل دابا نبقى نموت في الدار وما نمشيش نتألم تم في ميريزكو سبيطارات تعدو كيتكرفزو على الناس تما. وزي ربي تسمح لي امي، انا ميت كنطلبها من امي تسمح لي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة الرحمة بالدار البيضاء، موضوع القمة في الغرابة. سمير شاب له طموح، شأنه شأن جل المغاربة، ولكن القضاء القدر له رأي آخر. غادي تشوفوا معي القصة ديال سمير اللي أنا صراحة تصدمت ما عادش من تناول الملف. تبعوا معي. سمير كيعيش هنا، الآلة الطبية الأدوية فرماسيان كامل كله هنا وكله واكله. شوفوا معي بالتدقيق الموضوع ديالو. السلام عليكم. كيف بقيتي يا سمير؟ شوية أخوة، الحمد لله على أي حال. هذا ابتلاء من الله، اللي جات من الله مرحبا بها. كنموت أخويا، كنموت كنتقطع. والله العظيم إلى القمة في الآلات ما عرفتش من غنتناول الملف. غادي نعطي الميكرو سمير وخلي عاود لينا القصه من الاول. هكا سمير عاود ليا من الاول. خويا من الاول، انا خويا دابا عامين سنتين ونصف وانا طالع الفراش على ظهري كنموت. كانوا قالوا لي الرئتين ديولي مشاو، خاصني اوبيراسيون كدار في اوروبا، عمليه الزرع مكلفه، حنا ناس بساطة علاقة الحال ما استطعتناش. درت نداءات ما جابش الله اللي بغى الله هي اللي غتكون. وجات هاد الازمه ديال كورونا والناس ديال الجاليه وداك الشيء، الله يحسن العون. حتى هما مساكن ما كرهوش، ملي جات هاد الازمه كاينين ناس محسنين ماشي ما كاينينش، ولاني قدر الله وما فعل ما كاينش. كانوا شي ناس في الاول تعاونوا معايا بشي بركه، الله يخلف عليهم، الله يجازيهم بخير. وانا تقهرنا، والدي باعوا لي قدامهم واللي وراهم، لدرجه ملي كنتوقف لومبيلونس كيبغي يهزك بالاكسجين من هنا للسبيطار خصك 1000 درهم، 1500 اليوم داو 1500 درهم وما درت والو. تعداو عليا تما في ميريزكو في المستعجلات، امي مرا كبيره وبا راجل كبير، كرفصونا تم من 8 الصباح، وما كيلوحوا فينا تما ود الاذان، امي وبا مشردين برا بلا فطور، وانا لداخل مليوح كنتقطع. وقالوا مول لومبيلونس تقاد الاكسجين حتى اللي مسؤول عليه، قال لهم نديروا ليه يتنفس، انا كنموت كنتقطع. قالت لي هذيك الطبيبه اللي في المستعجلات، قلت لي ماشي سوقي، دير لي حتى الاكسجين حتى اللي جيتي. وانا كنتقطع كنموت، داروا معايا والو. حتى المنوره فطور، سكانير، دخلوني السكانير، هذيك اللي تما في السكانير بغات تضرب ما تجبدش لها العرق، على قبل داك العرق قالت لي دير سكانير حتى الغدا. جابوني انا مليوح في الدار كنموت. ديما فما كنمشي لميريزكو هادي الحاله، نفضل دابا نبقى نموت في الدار وما نمشيش نتالم تم. شفت العذاب اخويا، انا كنتعذب وانا تم العذاب كثر. هادوك الناس هادوك شي صحيح يقتلوك صافي، خصوص داك ليرجونس تعدو هاد السيمانة، خديت هاد السيمانة كاين دوايات بزاف، قول لها تجبد لك الدخناشي ديال الدواء. كنموت اخويا والله، راه شي قاضي في الله ربي. درتي السكانير؟ لا ما داروش لي السكانير، قالوا لي ديت الغدا. وانا باش كندي بلاصه تم خصني 1500 درهم، 1000 درهم اللي كيطلب لك مول لومبيلونس، 3 قرعات ديال الاكسجين اليوم تقاداو، راه عايشه بالاكسجين، لاباريج خاسرين ليا. انا كنموت. مشاهدينا الكرام، شرح الواضحات من المفضحات. اش غادي نقول؟ وزير الصحه هذا مواطن مغربي له حقوق وله واجبات،
يطالب بحقه في التطوير، وهادشي مخول ليه القانون. فين هي حقوق الانسان؟ الغريب في الموضوع هو هاد الكميه ديال الدواء. دابا هاد السيد هذا بالدارجه المغربيه كرشو كيدخل ليه هاد الكميه كامله ديال الدواء، وكاينين ميكات اخرين نتمنى من المخرج انه يوضعهم في الصوره. القمه في الغرابه، واش عندهم الامكانيات انه يمشي حتى لغدا ويعاود يجي هو ما تينوضش؟ هاد لومبيلونس اللي غتديه بالاكسجين، حنا كنعرفوا بانه اثمنه باهظه ماشي في استطاعته، وحنا في رمضان، والشان ديال الواقعه ديال هاد الشاب غتكون ديال مجموعه من شباب اخرين او ناس ذكورا واناث. من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع؟ هذا هو السؤال. دورنا ايصال الخبر والحقائق، راه هي هادي، راه هي هادي. اش غادي نقولوا؟ انا ما عرفتش اش غادي نقول ليه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى والمحسنين، والليله هاد الفيديو تبعوا معنا شي محسن اللي عنده علاقه بشي مصحه وقدر يتكفل بهذا الشاب، راه غادي معاك في الحسنات غير الخير، واللي غادي معاك. الى متى غادي يبقى هذا الشاب؟ سنه ونصف الاله الاولى، سنتين ونصف. هاك تفضل خويا. عامين ونص وانا كنعاني بحال ما هكا، والديا كيباتوا فايقين معايا، امي عندها عمليه على عينيها ما دارتهمش على قبلي، قابلاني عمات من عينيها مسكينه، وزي ربي تسمح لي امي، انا ميت كنطلبها من امي تسمح لي. كتب عليك. انا من هنا كنوجه هاد الرساله مسؤولين لبسوا ثوب المواطنين في ميريزكو في سبيطاراج تعدوا كيتكرفزوا على الناس تما، مسؤولين فاطرين في ديورهم، امي ما فطراتش ليهم، امي في الزنقة مشردة وانا مشرد لداخل كنموت عقل وجلية. كيك بعدنا ما نديرو ليه؟ كي لوحوا فيا انا كنوجه رسالة، انا ميت والله وراك، الله راه فوق من كلشي، كلشي غادي يتحاسب. بركة حشومة عليكم، لا كرفوك الخنونة حشومة عليكم. سمير الله يفرج عليك مشاهدينا الكرام، ويتكلم مسكين بحرقة، والله اللي عن به الكمية ديال الدواء. أنا والله ما عرفت اش نقول، تنطلب الله عز وجل وجل المغاربة أننا غنوضعوا رقم الهاتف ديال سمير، راه هذا هو الحسنات، راه هذا هو الختم اللي عندنا مع الله عز وجل. دورنا هو إيصال هذه الرسالة إلى من يهمهم الأمر، وكذلك المغاربة طيبين وكرماء، أننا نساعدوا سمير في هذه الظرفية. تنطلب الله سبحانه وتعالى يرزقوا الشفاء. مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان الله العظيم. تعليق المواطن، شكرا لكم.